السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية دعوتنا لأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم ويثبت رميهم بإذن رب العالمين ويمدهم بمدد من عنده، اللهم أمين يا رب العالمين. كلنا لفت نظرنا أثناء كأس السوبر المصري لقطة لأحد المراسلين وبيشاهد مباريات للنادي الأهلي، بعض المراسلين منهم المراسل أنس النجار، يعني مباراة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر في الإمارات أمام فيوتشر. فالفيديو انتشر انتشار كبير، أنس النجار عمل فيديو يوضح فيه سبب مشاهدته للنادي الأهلي رغم الأحداث دي في غزة. اتكلم قال لك إن هو محب للنادي الأهلي وبيتابع النادي الأهلي في الأمور والأوقات العادية سواء مباريات ودية أو مباريات رسمية، كمان حب يتابع هذه البطولة علشان يشوف لاعبي النادي الأهلي ودعم لاعبي النادي الأهلي، وشاف لقطة حسين الشحات وجماهير النادي الأهلي في المدرجات وهي بترفع علم فلسطين وبتهتف باسم فلسطين وبيدعموا القضية الفلسطينية. قال لك رغم إن الظروف اللي إحنا بنمر بيها صعبة لكن النادي الأهلي بيدينا بعض الابتسامة وبعض الفرحة بيفوز النادي. ناس جمال، ناس طيبين، اتكلم عن مصر واثنى على مصر واتكلم على ان مصر هي وغزه واحد، مصر امتداد لغزه ومصر هي صمام الامان بالنسبه لنا، مصر هي اللي بنتسند عليها، كلام رائع، ربنا ينصرهم ان شاء الله باذن رب العالمين قريبا ان شاء الله. نادي الوكرة الإماراتي قاعد يعلن عن بيع حازم شحاتة ومراد ناجي، أعلن عن بيع هؤلاء الثنائي إلى نادي ريان القطري، نادي الوكرة اللي بيلعب فيه حمدي فتحي طبعا، منهم حازم شحاتة، اثنين من اللي تم بيعهم نادي الوكرة إلى نادي ريان. حازم شحاتة بيلعب مركز الجناح وده بيقرب مع احمد عبد القادر الانتقال الى نادي الوكره الاماراتي. صحيفه الوطن القطريه قالت ان احمد عبد القادر بيقترب الى الاعاره الى نادي الوكره القطري في الانتقالات الحاليه، الكلام ده احنا قلنا عليه لان يومين بنتكلم في هذا الامر. احد المواقع السعوديه اتكلم ايضا على ان وسام ابو علي بيقترب بشده مهاجم فريق سيرس السويدي وانتقل بيقترب، قلت لحضراتكم موقع ترانسفير ماركت حط انتقال اللاعب الى النادي الاهلي بنسبه 75%. وسام ابو علي بناء على الموقع السويدي قال لك بينتقل للنادي الاهلي مقابل $1,600,000، واتكلم على ان جاكوب كروجر وكيل وسام ابو علي فيما يخص هذه الأنباء رفض التعليق على أي شيء يخص الصفقة في التوقيت الحالي لأن في بعض الرتوش الأخيرة لسه لم تنتهي. رضا سليم لاعب النادي الأهلي بيعود إلى التدريبات إن شاء الله بإذن رب العالمين بعد أسبوعين، كان عنده كسر في التركوة وخلاه غاب عن السوبر المصري وقبل منه غاب عن بطولة الدوري بطولة كأس العالم للأندية. كان عمل العمليه بتاعت كسر التركوه وبدا يعمل التدريبات التاهيليه فجاه مشد، ف ان شاء الله باذن رب العالمين يعود وينتصر في تدريبات النادي الاهلي بعد اسبوعين، يعني مع عوده الفريق النادي الاهلي للتدريبات وعوده مارسيل كولر من الاجازه اللي منحها 10 ايام للعيبه، هو سافر لسويسرا للحصول على اجازه مع اسرته وهيرجع طبعا هيستعين بعدد من لاعبي النادي الاهلي الناشئين علشان يعوضوا غياب 10 لعيبة من الكبار، 7 في منتخب مصر و3 من المحترفين الأجانب علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو. كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين. محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي نشر صورة ليه على حسابه على انستجرام وحساباته على السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو تويتر، وهو بيركب طيارة هليكوبتر وبيعلق بنيد فجأة وبنرجع بمفاجأة. هذه الصور سببت صدمة لبعض جماهير نادي الزمالك، البعض منهم علق اشتريت طيارة بفلوس نادي الزمالك كهربا، انت بالكهرباء كهربا كهربتك عالية جاري جاري يا كهربا. طارق مصطفى المدير الفني للبنك
الاهلي، اتكلم عن احتياجات البنك الاهلي، اتكلم على انه بيتمنى انه يضم لاعب النادي الاهلي خالد عبد الفتاح الباك اليمين، لانه عنده قصور في الباك اليمين في نادي البنك الاهلي، واتكلم على انه ما عندوش مهاجم صريح غير اسامه فيصل. هنشوف، بس بكل تاكيد بنسبه كبيره خالد عبد الفتاح رايح ضمن صفقه عمر كمال عبد الواحد الى نادي فيوتشر. بالنسبه لابراهيم النضالي لاعب نادي الزمالك، مستواه لا يرتقي الى مستوى محترف من دفاع له اكثر من مليون دولار في الموسم. الزمالك كان عايز يسوق اللاعب علشان الراتب بتاعه كبير على نادي الزمالك، وما فيش مردود للقيمه الماليه اللي الزمالك بيتحملها، لكن جاله اكتر من عرض في الدوري المصري، وما فيش طبعا عروض خارجيه، والعروض الخارجيه ضعيفه جدا يعني قليل من الناحيه الماديه. العروض المصريه نفس القصه، فالزمالك مش قادر يمشي اللاعب، لان الصبح هيطالب ببقيه عدد كامل، وفي نفس الوقت مش عارف يستفيد من اللاعب ولا عارف يطلعوا اعاره خارج نادي الزمالك بمبلغ يعني يريح نادي الزمالك بعض الشيء يعني. بالنسبه للاعب الطيب الميزاني المهاجم الجزائري، قلت لحضراتكم ان في تقارير اتكلمت عليه زمان كان عايز اللاعب نادي الزمالك رد على هذه التقارير، قال لك ما فيش اي كلام وما طلبناش اللاعب، ما هي الا شغل وكلاء، وتم عرض اللاعب على نادي الزمالك زيه زي عدد كبير من اللاعبين، لكن احنا ما طلبناش اللاعب بشكل رسمي ولا دخلنا في مفاوضات مع نادي الافريقي التونسي اللي بينتمي للاعب علشان نحصل على اللاعب. امام عاشور بيوجه رساله الى لاعب نادي الزمالك، هفضل فخور بيك دايما. امام عاشور انت عارفين انه متجوز من اخت لاعب ناشئ في نادي الزمالك اسمه ياسين حافظ، ولو تتذكروا ياسين حافظ كان حصلت مشكله معاه بسبب امام عاشور في نادي الزمالك، وقالوا له بالسلامه وامشي ومش عارف ايه، على الرغم انه ملوش ذنب يعني، واحد متجوز اخته هو اللي هيمشيه، هو اللي هيقرر له انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه يعني. لكن بعد كده لما الاعلام اتكلم في هذا الامر ان الولد مظلوم وملوش ذنب في تصرفات امام او في توقيع امام للنادي الاهلي، فامام صارت نادي الزمالك كده على استحياء من الاعلام، فقرروا عوده اللاعب من جديد مره اخرى يعني. فيبدو ان هو عيد ميلاد اللاعب ولا حادث ياسين حافظ زوج اخت امام عاشور، فامام عاشور يعني كنوع من انواع الموده الاسريه بيقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي وفخور بيك وهفضل فخور بيك دايما يعني، حاسس ان هو ابوه يعني، مع ان لسه سنه صغير يعني صغير السن. بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، كان في صفحات كثيره اتكلمت زملكاويه طبعا على ان عمر كمال عبد الواحد يقترب من نادي الزمالك، وقتها انا حسمت لحضراتكم القصه وقلت رغبه اللاعب الاولى والثانيه والعشره النادي الاهلي. الزمالك مش قادر ولا هيقدر ولا هيدفع ولا هيعمل اي حاجه، ولا هو عايز اللاعب، واذا كان هيخش عشان ايه؟ يعلي السعر على النادي الاهلي فقط يعني. فنظر لنادي الزمالك، قال لك الزمالك لم يدخل من الاساس في التفاوض مع اللاعب او مع نادي فيوتشر ليضم اللاعب الى نادي الزمالك يعني. فنفس الكلام المصدر بالاكيد داخل نادي الزمالك كان احنا قلناه ان الزمالك، لكن الغريب في الامر زي حضراتكم بعض صفحات نادي الزمالك كانت جزمت من الجمهور والصفحات الكبرى بتوع الفانز او المقربين من نادي الزمالك، جزمت ان اللاعب شوير الواد هيروح شوير، انت مهنيتك راحت في الكيوزه في الكيوزه، فهمتوا ان ما عندكوش بروبا دي اي مهنيه ولا اي جوه البومبومه خالص، ولا عارفين تكبروا جي ولا تروقوا دي ولا تعملوا اي حاجه خالص يعني. نادي الزمالك بيوعد لاعبيه بحل الازمات الامور الماليه، طبعا قلت لحضراتكم بالامس ان لعيبه نادي الزمالك مزمزقه، كلموا مع معتمد جمال وفوضوا كباتن الفريق انهم يتكلموا مع حسين لبيب حول مستحقاتهم. لعيبه بيقولوا لهم من المستحقات من العام الماضي ما خدوش منها غير 20%، الزمالك طبعا واقع ويكح جبس يعني، جددوا الامام ودفعوا له تقمنص، وجمال العدل واحمد ومدحت العدل وعمرو الجناني هم اللي بيديروا بيعملوا الحاجه، والزمالك طالع بيلف لفه في الامارات يطلع له بقرشين يمكن يسدد اللي عليه يعني. لكن وعدوا لعيبه نادي الزمالك مجلس اداره انه خلال الاسبوع القادم منتصف الاسبوع القادم هيتم حل المستحقات الماليه، هيتم دفع المستحقات الماليه للعيبه نادي الزمالك ثمره. والنهارده كان في جلسه يعني احمد سليمان اجتمع بلعيبه نادي الزمالك علشان يوعدهم هذا الوعد ويطمنهم على مستحقاتهم يعني.
حد يطلع يقول لك الفلوس موجوده والزمالك والامور تمام وكله 100 فل و10، يعني ما كل واحد هيدفع جنيه هيطلع يمسك الحديده ويدي راسكوا بيه. يعني عمرو الجنايني تدخل طلع واتكلم ومسك الحديده، جمال العدل تدخل ودفع طلع واتكلم ومسك الحديده، ممدوح عباس دفع طلع واتكلم على السوشيال ميديا هو وابنه ومسكوا الحديده، بس الحديده بتاعت تويتر مش الحديده بتاعت قناه نادي الزمالك، غير جمال وغير عمرو الجنايني. فاللي له جنيه يطلع ويتكلم بيه، او اللي دفع جنيه يطلع يتكلم بيه. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.